صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. مدى الدهر لا أنسى عقيلة حيدر، عشية أمست والقضاء مخيم. تودع أهليها الكرام فتنثني مع الليل من عظم الأسى تتكلم. تقول له يا ليل رفقا بحالنا، فأنت بنا من جور صبحك أرحم. أطل يا رعاك الله وقتك إن تجيت طريقين، ولا تبدي ولا تخفي لجوك أنجم. أنا زينب الكبرى سليلة أحمد، وهذا حسين والزمان محرم. ولو فهم الليل البهيم كلامها أرق لها، لكنه ليس يفهم. تقرأها الليلة. ولو فهم الليل البهيم كلامها أرق لها، لكنه ليس يفهم. شافت العسكر وأصبحت زينب حزينة، صاحت على العباس يا حامي الضعينة. شور على الوالي يرد بين المدينة، قبل المساء يمسي وقبل يهود الله. وحسينا، هاي مجموعة أبيات انت قراهن وبعدين أخدمك، وأنا أوعدك ما تطلع إلا باكي، لأن محضر لك قصيدة وأدري بيش أبكيك الليلة. يلا وياي. شلون أنا أتقدم لأخوي حسين بالشوق، والأرض هذه كربلة والشهر عاشوق. ف
فوز سعادة ومرجلة ونور على نور. احنا محل المرجلة وحل الرجاج، خوف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المني، وأنا على اسمي خوش ونعم جيد ومسرية، الموت ما حاب ولا خيالة الخير، هذه يا زينب كربلا عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا. الله يعينك عالمصايب من بعدنا، عند العليل ضيوف كنا بهالمسية، باكر يا عاين دورهم ظلمة وخلية، يوم 11 تبقى بفيافي الغاضرية، فيها جثثنا مطرحة من غير دفة، زينب تسمع وقل لي ايش حالة حشاها، قامت تصب دموعها وتخفي بجاها، قامت الحرة وقام ابو فاضل وراها، إلك قامت الحرة وقام أبو فاضل، قال هل قصد لا وين يا خيرة النسوة، قالت أنا لروح الخيمة واجمع يتامى وابكي عليكم يا أهلي واكثر من بجاي واشفي غليلي قبل ما تمنعني عداي، باكر يا خويا بهالمحل ما عندي خوة. مو قالت اروح الخيمتي واجمع يتامي، الان اسمعني بس خلي علي تعب، تفقدت اليتامى رقية على الوسادة ما لقوها، طلعوا بالخيم يتفقدوها ليل، وكان ظلام الغاضرية، وغدت لي بخيام الفاطمية، بس لا تاحت وضاعت رقية، وقبل لا يلفي باكر ضيعوها، سمعوا صوتها وعبرت لحنها تلولي، ويحن عبد الله بحضنها، بلش من الرباب يدر لبنها لو ما يتحصل وتشرب اخوها، ابوها حسين اجى والطفل شاله الصدر وشاف رقتها على حاله، وغدا يحكي لها ويظهر دلاله، ويا محلى سوالفها ويا ابوها، بحضن حسين يا محلى المحاكي، سوالف طفله ما تعرف بواكي، وابو السجاد عينه على التراكي يدري شلون راح يسلبوها. لف حجاب شيلتها وظفرها، وقبلها على وجنتها وثغرها، وظل يحكي لها ويلفت نظرها، ويقلها الخيم باكر يحرقوها، قال لها عمامك واخوتك هاي، اعوذ بالله من قلب الله يخشع في هذا البيت، قال لها عمامك واخوتك هاي باكر تنذبح بالمغركة وياي، وانا ينقطع راسي من كفاي،
وبالحافر ضلوعي يكسروها، اريد تواقديني بهالوصية، عينك لا تشوف الصار بي، الزم بثوب عمتك يا رقي، الزم بثوب زينب عمتك حيل، اخاف عليك بويا تدوسك الخيل، اخاف عليك بويا تدوسك الخيل، اخاف ان ياخذك ويضيعك الليل، وما تلقاك عمتك لو حدوها. اسمعوا يا شباب، بويا بويا خاف القوم، بويا يعرفونك عزيزة قلب ابوك ويضربونك، تراه الصوت ما يرحم متونك، وخصونك الترفة يذبلوها. اسمع البيت، الله يبارك فيك يا عزيز الفيصلي. آخر نوم هالليلة يا بابا، وين وين؟ آخر نوم هالليلة يا بابا، بحضني وباكر بحضن التراب، فرقه والوعد بخر خرابة، وعلى الميعاد جابه وراس ابوه. اعوده، آخر نوم هالليلة يا بابا، بحضني وباكر بحضن التراب، فرقه والوعد بخر خرابة، وعلى الميعاد جاب وراس ابوها. يمكن اعظم ابيات اللي قريتها طيلة العشرة هي هاي الابيات، مو تخيب ظني وما تقراهن. ونظر الحسين الى ابي الفضل، قال له يا ابو فاضل بخوتك قوضوا الشيء، وانا اتركوني بهالفضاء والقوم والخيل، ردوا المنازلكم قبل ما يهود الليل، امكم حزينه ودوركم ظلت خليل. ايش تحكي يا ابو علي؟ قال له يا ابو سكنه تركت القلب مكسور، وانت ملاذ الناس وانت العمد والسور، كيف انا تراجع وباكر يوم عاشور، كنا نتمنى الموت دونك يا شفيع، ارجع واتركك حاير تتحدث الناس، خاف المنية وعاف اخوه حسين عبا، وش عاد لو قطعة وزنودي وفضخة والرأس، هاي السعادة ودون اختوف المني وعلى حسين. آه ويانا ويانا، ولا زينب زينب قصدت السجاد، لكن مالها كل حيل، عقب ما سلمت قعدت تقل والدموع تسيل، عم قل ابوك حسين عن هالدار خل نشيل، يا عم وخايفة منها بيها الشر شوفنها، خلى يرتحل عنها يا عمّة، وشوف الدار وحشة وحش منبتها، زينب ويغل السجاد تحكي ويك تناظرها، تتوسل تبي ترحل وهي مكسور خاطرها، لحظة ولنبو السجاد اجاوب جيت سرها، على اختم والحزن سلم
قعد عدها وتبسم جل عنها الحزن والهم حاشاها وسلاها وناشدها على راحتها العودة صدغة للسجاد عن الحال يحكي له كسرت خاطري عمتي شفتها المدمع تسيله تقل قل ابوك حسين خلي نشيل هالليله تريدك يا بن حامد جار الليله تشيل عن هالدار تخاف من الصبح لو صار هاي الخيل والجيمه علينا تصير هجمتها قال حسين يا سجاد وزينب قاعده وتسمع يا ابويا منرجع بهالليل اخاف عليك تتلوى باكر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع الرحيل يصير تكليفك تظل لو ترجع بكيفك وانا للصبح ضيفك ولو طلعت شمس باكر اغيبا قبل غيبتها من سمعت بحكي حسين زينب خلت وقامت تتراجف مفاصلها يا ويلي وروحها هامت زينب ليلة العاشر مثل هالليلة ما نامت من سمعت بحكي حسين ما غمضت لزينب عين تصوت وين اروحا وين الحرمة عقبوا ياها ما تسواش ظلت طويلة طويلة عسنك يا هالليلة طويلة ويلي ويلي ويتودع الخل من خليلة وابن والدي قرب رحيلة والله وابن والدي يا قرب رحيل ولا اي خادمك على امرك اعودها بس انا ردت اعودها وطار عاشورها واسمعني انا شلون اقرا حتى جنابك هكذا تسير عليه خلص نفسك هالليلة على الونة والحسرة طلعها على ابو علي وياي ولا غسلت يا هالليلة طويلة غسلت يا هالليلة طويلة ايه ابو احمد البر خلي يتجاوب ويانا ها طويلة ويتودع المخل من خليل يتودع الخيل من خليلة ابن والدي قرب رحيل ابن والدي قرب رحيل هل هالطول يا ليل مصاب الطاف على اهل البيت يا ليل ولجلهم بالقلب خسرات يا ليل تحاكي الليل زينب غدت تحاكي الليل زينب غدت يا ليل انا ترجاك ظلم ظلم علي أنا ترجاك ظل مظلم علي يرحم عيون من البكا ظنيت يرحين عليك وصار وسط القلب يرحين أبو علي بناتك عقب عينك وين وين يرحم ضوايق هالبقت بالقاضرية ما تعبان ها
ضوايق هالبقات بالغادرية يا ريت أنا أيامي علي من زغر وياي وياي أنا أيامي علي من زغر يا ريت ودمعتي ما رقت من يوم يا ريت سالم تظل خويا حسين يا ريت واروح الفد ولك يا ابن الزكي ولا صيح خويا ولا ياي انا من اهلي ما شفت رايح ولا وين كنتوا عن زينب ذاك اليوم كان ما سبوها ولا ياي انا من اهلي ما شفت رايح ولا ياي وجمر يسعر بدلالي ولا ياي براضي كربلا ذبحا ولا يا ايها للعدلين ما مروا علي عليك ها هل العدلين ما مروا طولها ويلي اعود بخدمتك ولا يا أنا من أهلي ما شفت رايح ولا يا يو جمر يسعر بدلالي ولا يا براضي كربلا ذبحا ولا يا ولا يا يوخل العدلين ما مروا اسمع هذا البيت ولا كان تجي ما بقت عندي ولا كانوا بدي احبالهم قصن ولا كان اصبحت ما كان نزينة ولا كان ابوي المرتضى وام الزكية زينبانة مثل ما زين امنا زينبان الفواطم من خدرها وين السادة يسمعوني زينبان قلت للي ضربني زينبان اخت عباس ماني خارجي على بدء هاي آخر أبيات أقراهن بهالمقدمة حتى تستعد تسولف لأخوها من رجعت تقول له خليني أسولف خويا خليني أسولف لك أكو موقف مأذيني إجا واحد يا أبو جاسم سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين أمها أسولف لك يا أخويا لو بعد كافي لو قل لك الصوت اش سوى بجتافي لو قل لك الهسة يابسة شفافي لو قل لك بعد زينب اش ألمها وانا اللي يسمع صوتي قبل لا أقرأ البيت المؤلم يصرخ حسين أسولف ضيم قلبي واحكي آلامه سيدنا واحكي آلامه ومن احكي ترانك تهبط الهامه
واحد قال اريد سكينة خدامة، هل اعطيك جواب من زوج زينب لما سمع هالحكي؟ تدرون ايش سوى؟ من سمع هالحكاية قام ذبح مامته، صاح على العبيد غلق البيبان ويلك زينب سبوها لسوفيا، يصير احنا تصدر صدر ديوان وحرمنا بالمجالس دوم تندر، لكن الامر لله والعاقبة للمتقين. اخواني الليلة ما راح اتكلم الا دون العشر دقائق حتى اخذ الوقت للرثاء، وكان ودي ان اتنازل عن الكلام وبس انعي وارثي الليلة ليلة عزاء، لكن أشوف المجلس لربما إذا ما أقولها ما توصل الفكرة الإخواني الشباب، وإلا شيبتنا الحاجة تعلمنا منهم وسمعنا سيرة الحسين منهم، فالتفتوا بارك الله فيكم شوفوا اليوم شنو جرى على آل رسول الله. الحسين نزل في كربلاء ثاني محرم خيم، باليوم الثالث والرابع بدأت تجي الكتائب، أول كتيبة بقيادة عمر بن سعد 4000 فارس وقفوا قدام الحسين، كذلك يوم خامس وسادس وسابع ملئت كربلاء. يعني الرواية قرأتها لكم لا بأس تسمعها، ورد في الخبر طلعت الوادم يوم سات وسابع وثامن جايين لكربلاء راكبين على بقر، سألوهم قالوا العرب ما يقاتلون على بقر، وين رايحين انتو؟ قالوا احنا ما نقاتل حتى لو بس نكثر السواد ونخوف الحسين. شلون؟ يوم سابع حال الجيش الأموي بين الحسين وأهله وبين الماء، عدهم ماي بالقرب يوم سابع كفاهم اليوم ثامن، اليوم مباشر ما عدهم ماي وطاشا. شمر ابن ذي الجوشن من القاعدة، تدرون هذا اللي عند قتل الحسين سهل، بعد عنده شيء اسمه صعب مثل التهمة والكذب والسرقة، ما عنده شيء اسمه صعب. الله يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. سوى شمر الصبح ركب فرسه وإجا إلى الكوفة، دخل على عبيد الله بن زياد الضحى، تفاجأ من شاف عبيد الله، ايش جابك؟ ليش عايف مركزك؟ انت مو من القادة؟ قال له جايك بأمر مهم. يعني هم يتصورون ناصح للدولة الأموية، لكن بالواقع هو مو ناصح، هو يريد أهدافه ومصالحه. قال لعبيد الله لمينا العرب والقبائل وجيشنا الجيوش حتى نقاتل الحسين من ثاني ثالث محرم إلى يومنا هذا، هل آلاف الوادم تريد رعاية وحماية وخدمة وأكل وشرب وعوائلها التانية، وإحنا ليليا ننتظر أوامر عمر بن سعد وبن سعد ليليا يقعدون هو والحسين يتفاوضون، والحسين يسولف على الجيش وعمر بن سعد نعطي المجال؟ بالله كلام الحسين أثر على الجيش، هسه ما أقول لك يروحون وياه ويطلعون من جيشنا،
بالله هذا التأخير صار ضررنا، هو الآن أن صار قليلة، بالله التحقوا فيه ناس من الحجاز، بالله يجوا له ناس من اليمن. إذا لا أنتوا عندكم 20,000 عجمي بالكوفة فرس جبتوهم وشويتوهم بختم العبودية، وذول الحسين ماخذ مرة من عندهم، هسا إذا مو حبا بالحسين كرها بيكم يثورون عليكم ويسوون بلبلة في البلد. وبعد من هالحكي يجيب ويخلي يوم عبيد الله بن زياد، قال له ناصح أنت كاتب اكتب، عمر بن سعد إذا إجالك كتابي تقتل الحسين وتودي لي رأسه، إذا تكاسلت عن هذا الأمر القائد عليك شمر ابن الجوشن. هذا هدف شمر، شمر يريد يأمر يصير قائد. طور رسالة وطلع بيها بعد الظهر، اجى الكربلاء 80 كيلو كربلاء عن الكوفة، فرس ضربها وغارت، وصل العصر للكوف للكربلاء، رأسا طب على خيمة عمر بن سعد، ما لقاه. وين راح الأمير؟ اسأل عنه، قال له لا يسبح بشاطئ الفرات. استأذنوا لي عليه، استأذنوا، قالوا له الشمر يريدك. هو فاقد شمر من الصبح، وين راح؟ لما ما سمع شمر اجى طلع يلبس ملابسه وقال كلمه انا ما احكيها، منبر مقدس بعد، هم دول لا دين ولا ذمه ولا ضمير ولا انسانيه، بلي. قال فعلها ابن كذا سبه، طلع برا ويلبس ملابسه وخذ الرساله من شمر قراها. عيلا قال له شمر لا انت شريف ولا قصدك شريف، وانا هم مثلك شيف اريد الدنيا، لكن بصفها هم اخاف من الاخره، لان انا عارف الحسين شنو، ان ابوي سادس الاسلام واحنا خوال النبي بني زهره، واعرف مقتل الحسين شنو، قتل الحسين يعني جهنم ابدي، وهاي المدة كنت أريد يعني لعلي أقدر بطريقة أحسن هم أحصل على مناي وهم أتنازل عن قتلي للحسين، لكن الآن من شفتك تحتال وتريد تاخذ من عندي مكاني، أنا حتى لو أطب إلى جهنم أقتل الحسين وما خليك تأمر علي. شوف شلون هاي الأنانية، دير بالك أن تصير عندك يا شباب، والله شباب مغرور. شنو مغرور؟ شنو أنا؟ أول من قال أنا إبليس، شنو أنا؟ الأنا بس واحد يقولها، إني أنا الله رب العالمين. تحذروا، إياك أن يصيبك الغرور والتكبر والجبروت وتشوف نفسك أحسن من غيرك، دير بالك ترى الله يعايل لك، إن ربك لبالمرصاد. هاي مدرسة الحسين كنت أثر علينا، خصوص إحنا شيعة أهل البيت، إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى أمانته وحسن خلقه يقال هذا شيعي فيسرني ذلك، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله، لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. اكثروا ذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآل محمد. فقال لا أنا أدري بقتلي للحسين أدخل جهنم، لكن ما أخليك تأمر علي. هاي الأنانية، بلي. هاي العصبية. زين تصور الآن أنت هذا الجمع المؤمن من يوين تصير دوية، ما بالك ب70,000
يردون يسلون سيوف مرة واحدة، يردون يصيحون صيحة رجل واحد، شو يصير بوادي كرب ذاك اليوم؟ هاي الصحراء إش قد تجاوب وترد عليهم الصوت؟ زين بأمر القادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وبلي وعمر بن الحجاج الزبيدي، عرفت ذولا شبث بن ربعي، كلهم يؤمر عليهم القائد الأعلى عمر بن سعد، وكلهم يأمرون كتائبهم هالآلاف. ففرد مرة يشيلون السيف، فرد مرة يتقدمون، هذا الصوت عم كربلاء رجها. طلع الحسين روحي له الفداء من الخيمة، من خلفه أبو فاضل وعلي الأكبر، وخلفهم بنو هاشم، وخلفهم الأنصار. الحسين قال لعباس روح شوف شنو الخبر. راح العباس كلم عمر بن سعد، ها شكو؟ قال له قتال، الآن نقاتلكم. هالحكي يمتق قبل أذان المغرب بدقائق يعني. قال له اسمح لي خل أخبر مولاي. اجى العباس قال له سيدي يردون قتال، يقولون الآن ننهيكم بالقتال وحتى نصبح في بيوتنا. الحسين قال له روح قلهم ينطوننا سواد هاي الليلة، بس الليلة المن سيدي، وانت الليلة لو باشر تموت، انت جاي خير لي مصرع انا لاقي. ليش سيدي؟ اسمعوا يا شباب، هذا الحسين الصديق، هالليلة انا على منبر الحسين بصفتي خادم الحسين، ارد اقلكم الحسين الليلة بهاي يبين نفسه. التفتوا شباب، ليش سيدي؟ المن تبقى هاي الليلة؟ قال لأنني أحب تلاوة القرآن، أحب القرآن وأحب الصلاة. هسا الليلة أدري بك تريد تحي، تريد تبكي، تريد تلطم، تمارس طقوسك العاشورائية إلك، ولكن خلي بالأولوية حتى لو تقرأ لك صفحة من القرآن، ما تنساها يا شباب، وتصلي ركعتين وتقول له ربي أنا اللي دلاني عليك وليك وعبدك الحسين، مجلس الحسين اللي دلني عليك يا مولاي، وفقنا الله وإياكم لكل خير يرتضي مولاي. لما قالهم العباس كلام مولاه الحسين، عمر بن سعد سكت ينتظر بالله القادة شي يقولون، يعني يوما هم يتفوه حتى يتحمل مسؤولية قتل الحسين. القادة هم كلهم ساكتين ولا واحد حكى، عرف هذا سكوتهم أقرار، يعني كلهم راضين. قال لكم هاي الليلة. لما رجع العباس وقال للإمام سيدي انطونا سواد هذه الليلة، وقف مؤذن الحسين يريد يأذن. التفت للحسين قال له أنت لا تأذن الليلة من رخصتك. ليش مولاي؟ قال له بعد هالليلة بس عندي أرد أشبع، شوف من عيالي ومن ولدي، بويا علي الأكبر تعال أنت أذن، أرد أسمع صوت جدي رسول الله. وقف علي الأكبر وأذن، وصلى الحسين بأصحابه وراح قعد بخيمته، وجاب وصلة مالت حديد وظل يبرد بيها السيف وحاكي الزمان، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من طالب بحقه قتيلي، إنما الأمر إلى الجليل. يقول مولانا زين العابدين، وكانت عمتي زينب عندي تمرضني، ما حبيت تسمع هذا النداء، ولكن سمعت تركتني وقلت وعلي تنعى نفسك، ايش جاي تحكي اخويا ايش تقول؟ قالها زينب راح اخبرك خبر ما تدرين به، زينب انا باكر اموت، بس قالها اموت غش عليها. زين هاي قالها اموت غش عليها، ايش تتصورون باكر لو تشوفها؟ انتوا تعرفون شنو علاقتها ويا الحسين لو لا؟ هاي ام ايمن تقول لما صارت زينب الرسول اذن بذانها وصاك عيونها، والامير علي اجى قبلها وما فكت عيونها، وإجت الزهرة رضعتها وهي مغمضة،
تقول أنا حاضرة أشتري النار ولا أكذب على أهل البيت. شفت الحسين إجا يمشي طفل 3 سنين عمره، وصل يمها زينب، طلع عليها شفت زينب فكت عيونها، علاقة حميمة منذ الطفولة. خويا عمر ما فارق يا تكبيه، تذكر يوم كنا صغار من حضن أمي الزهرة الجوانح حيدر الكرار، وبلغت وياه وتزوجت، هو كل يوم يفتح عينه عليها، وتزوجت زينب ورا 14 يوم ما راح لها، ذاك اليوم راح لقى زينب نايمة والشمس طالعة عليها من النافذة القيلولة قبل الظهر، ما وقاها وقاف يفيلها بعبايته، فكت عينها وقامت كلها حياة. أخوي أبو علي وقبلت إيده، أنت تفيلي؟ أنت تظللي؟ قالها زينب أنت غالية علي أختي المدللة. هالنوب قالت ويا روحها، هم يجي يوم أنت نايم بالشمس وأنا فيلك يا أبو علي. وظلت التاني ومرت السنين وصار باكر، يلا بعد بس عزال ليلها، وطلعت خلت ظهرها للشمس، فك عين أبو علي، زينب شطلعت تقل لأخويا قضيت نوبك بعد نوبي، نوبي أريد أوقف وفيلك بثوبي، فرد لحظة التفت يا حسين صابي. زينب زينب أنا عطشان، قلت له ما ظل دمع وازجيك بالعين، ولا تنشرى واشريك يا حسين. زينب ذبي علي عبايتك ورجعي، قالت خويا براقعنا خذوها. أعوذ بالله من عين لا تبكي بهالأبيات بعد، شو تساني شو تنتظر أقل لك أنا؟ خويا براقعنا خذوها خذوها وسكنا العزيزة سلم. آه زينب إذا ما عندك ماي ولا عندك ظل المن جيتيني؟ قعدت خلت إيدها على كتاف أبو علي، تريد تعرف المن جيتك؟ اخي وريد اتوادع وياك ما ينحمل يا حسين فرقع. زين قل لي هسه من وقعت من غش عليها ايش سوى ابو علي؟ حيراعيها هاي باشا من تشوفه ميت ما يظل بها حال. يقول خلى ايده على صدرها وقرا الامام، ما ادري شنو قرا. قعدت زينب مثل الجبل. اي قالها يلا زينب انت ما عندك مسؤولية. قامت دخلت على خيمة النسوان وكلها تنتظر، تعلقت بها النساء والبنيات، يا ابنة علي ما الخبر؟ صاحت اثار حسين عدنا الليلة خطار خطار، وباكر ينذبح هو والانصار، انا خايفة والقلب محتار على بدر السلف ونجوم الأزهار. تعلقن بها البنات كل وحدة تقول يا عم أريد أبوي، هاي تقول أنا عطشانة، رجعت للحسين بناتك يا أخويا لوغني لوغني عطاشة ويريدن ماي. زينب أنت من الآن تحرسينهم؟ قلت له بخدمتك يا ابو علي، انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك اطفالك، والموت لو يرضى بدالك. راحت هديت النسوان والاطفال، رجعت الى خيمة الحسين، شافت الحسين متصدر بالخيمة، وابو فاضل قاعد بباب الخيمة مكرفص رجليه مثل العبد بين يدي مولاه. عينت لهم قالت لأخوي ابو علي عندي طلب. قالها تفضلي زينب. قالت له مولاي اريد تصيح على العباس يقعد يمك. تعال يا عباس. اجا قعد يم الحسين، وقفت على رؤوسهم قالت خويا فردولي خل اقعد بيناتكم،
قعدت بين خوانها خلت ايد على اجتاف العباس والثانية على اجتاف الحسين يا محلى الاخت لو قد اخوان خوان تعيش مدللة وما يوم تنهى اين الصارخونة خويا خيعان هالخوان هيجون تشكي لهم وهم اللي يسمعون واجت يلا زينب روحي هدي النساء رملة ودي اوليدك وانت يا ليلى ودي اوليدك وانت يا رباب انا قالت بلا يا رباب يقول لما صار باكر قتلت كل انصار الحسين واهل بيته انت شغل الرمح صاح صوت بتش كربلاء صاح وغربته ووحدته تقول زينب هذا الصوت لما اجالنا طلعن النسوان كل وحدة خذت عمود خيمة خذت سيف لزوجها واجن ركضن يم الامام صاح زينب ردي يا اخويا قلت لك نعتذر ما عندي لسان فزعنا لك من الخيم نسوى بعد ما عندك زلم يا ابو علي رجعت زينب تقول لما وصلنا للخيام شفت عبد الله الرضيع شايل ايده يعني تعال خذني يا ابويا يعني انا فدوى اروح لك يا حسين اجى الامام شال الولد يا قوم ما الخطب الفظيع نبؤوني انا المذنب ام هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة يقول حرملة للمختار وأنا من الرماية اللي ما يخطئون نطوني سبع سهام صبت بثلاثة وخطيت باربعة أما الأول صبت بعين أبو فاضل الثاني صبت بي عبد الله الرضيع والثالث رميت بي قلب الحسين أين الصارخون حرملة شقد قاسي أنت ما بجيت قال له بلى لما ما صبت الطفل بالسهم كان مقمط حس بحرارة السهم طلع عدية من القماط أو شبق الحسين كأنه يقل له دخيلك بويا الحق لي ذبحوني ورجع بالولد تربي من ورا المخيم زينب تعاي اخذ هذا الطفل عينت له مذبوح مولاي شلون اوديه مذبوح الامه قال صيحي له خل تجيني شايف امك جنابك من تطلع الظل التانيك والرباب واقفه بالباب يمتى يرجع لحسين الولد شارب ماي صاحت رباب شغلتش احنا قالت ما جفن وليدي وتنا خذا والده ليروح شاه والله نيران العطش والحرش وانا صخت رباب قوم وياي هالحين جاب حسين ويريدك تحضرين رباب بخيمتي تلقين الاثنين الولد والوالد الشاب بحزنه ولا واجت الام تمشي ووصلت للمهد شافت الولد ساكت بناها الولد شارب ماي وحضنته ونقعت ايديها بالدم صاحت ولك لا يما يا وليد على بختك ولك يما يا يما يا يما لا يا وليد على بختك تخلي امك تنوح وتبكي اختك ماكو واحد يصرخ على الامام الليله ولا ولا ولك لا يما يا وليد على بختك تخلي امك تنوح وتبكي اختك ترد لي
وحشة الغياب رتك وتمشي لو متتجنز بي ما دار أدور ويا الزمان شلون ما دار وردت الموت اللي يندار يما يا يما آه آه وحسين ما دار ثدي من أمس لليوم ما دار وتريد الماي يا وليد اش بدي آه المنظام صوتك الليلة شوف ايش سوت هاي المرأة يقول توهمت بعد بناها الولد شارب ماي وظلت تلولي على المهد تقول له يما الخاطر امك نام يا وليدي يا وليدي ترى المني تريده ما هو بيدي اكثر من وريدك وعلى حسين واخذني آه قد بابا عيني آه طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع ما يحكي الماتم الليلة المن تعايل لي انت تعايل لي انا ليش ليلة عاشوراها الليلة طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرب ولا يعني بقد هذا الطفل ذبحوه على ايد الحسين بقد هذا ابن امامكم ويلي ويلي يما طول عمري بعد مو زين عقبك يا وليدي وعقب الحسين واذا بصوت من الاعداء يا حسين اجبنتم عن القتال وقف الحسين قال من يقدم لي جوادي وانا ابن رسول الله قبل شوية كان علي الاكبر يخدمني العباس يخدمني زينب قالت له انا بخدمتك يا ابو علي راحت جابت الفرس وقالت له ارأيت اختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل صعد على الفرس حرك الفرس ما مشت ضربها ما مشت زجرها ما مشت زينب قالت لأخويا أبو علي لا تلوم الفرس لو ما مشت خويا عاين رجلين الفرس عاين وإذا رقي شابق رجلين الفرس ويلاه تقول له وين ماخذ ابوي يبا ما قلت بتضيق بعدي يا هبتي ويا نجم سعدي نزل الامام قعد على التراب خلاها بحضنه ومسح على راسها اثار الابو يا ناس خيمه يفيع على بناته وحريمه جيبه يا الله يا الله وطلعوا الأطفال حتى لا ينشدون الحياة الله الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر يلا يلا قواكم الله بارك الله فيكم ودع ابني أبو علي التفت لي بارك الله فيك التفت لي غفر الله لك أحسنت يا مولاي ودع ابني وعلى صهوة جواده وإذا بصوت مهلاً مهلاً الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع الوداع مهلاً مهلاً الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع التفت وإذا زينب ها أخوي إيش طلعت قالت لأبو علي انزل من على ظهر جوادك نزل الإمام
قلت لك شف لي عن صدرك يا ابو علي. كشف لها الامام قدمت زينب شمت في نحره وقبلته في صدره والتفتت الى المدينه صاحت يما يا يما يما امانه ردت وديعه استرجعت. اي اريد لي ون على الزهره. ها اويلي على الزهره وامرها ابنوح وحزن خلص عمرها وللآن ما نندل قبرها. والله للآن ما نندل قبرها. زينب شنو هالعملية؟ قالت لأبو علي تتذكر من كنا أطفال ونقعد يمك سورة الظل. وصتني قلت لي حملك أمانة يا زينب إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا شميه في نحره قبليه في صدره أما صدره فموطئ الخيول أما نحره فموضع سيف شمره. آه زينب نظرت إلى أخيها خويا خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وفز من نومتي والقاك يمي وشب قناك وشمن ريحة أمي. طارش يا طارش مر بالمدينة. أنا استأذنت من الرادود 5 دقائق. ها وانت قاعد بسوي لي مجال. طارش يا طارش مر بالمدينة طارش يا طارش مر بالمدينة وقل العمامي ختلحق علينا قل العمامي ختلحق. طارش طارش احجي خويا. ها وقل العمامي ختلحق علي. ضاقت زينب ضاقت. وقل العمامي اي طارش يا طارش روح العمامي طارش يا طارش روح العمامي الاهل النشامة واصل سلامي الاهل النشامة واصل سلامي. لو سمعوا وجوك قلهم كلامي لو سمعوا وجوك قلهم كلامي بيتكم ترى اليوم تبكي وحزينة بيتكم ترى اليوم شريدك. طارش طارش يا طارش مر على كيفك خوي على كيفك. شريدك شيلها شريدك شيلها مر بالمدينة وقل العمامي ختلحق ايه اي طارش يا طارش من يسمعونك طارش يا طارش من يسمعونك اهل النشامة بسرعة يجونك اهل النشامة بسرعة يجونك عن هاي الأطفال من ينشدونك عن هاي الأطفال من ينشدونك قلهم ترى حسين ذبحة وبنينا قلهم ترى حسين سوا سوا. طارش طارش مر بالمدينة طارش يا طارش مر وقل العمامي ختلحق علينا قل العمامي ختلحق. طارش يا طارش مر بنزلنا هاي وقفة إجلال إلكم ها وياي. طارش يا طارش مر بنزلنا نزل الكرامة ونزل المحنة نزل الكرامة ونزل المحنة. لو سمعوا وجوك كلهم أهنى
قلهم ترى حسين ذبحة وبنينا، قلهم ترى حسين طارش طارش مر بالمدينة. احكي خويا مر بالمدينة وقل العمامي خاتلحق علينا، قل العمامي اي مليون شدونك شاوين اخونا، مليون شدونك شاوين اخونا، ذاك الكفلنا بايام ابونا، ذاك الكفلنا بايام ابونا، قلهم في دحسين وانشي تلدونا، قلهم في دحسين وانشي تلدونا، قطعة وشمالة وقطعة ويم ما تحكي قومة قومة وطارش يا طارش مر بالمدينة. طارش شريدك شريدك خويا ها، وقل العمامي رخصتك عيني اي مليون شدونك شاوينا الاكبر، ها شيلها شيلها مليون شدونك شاوينا الاكبر، قلهم بلا راس عالقبر مطبر، قلهم بلا راس عالقبر مطبر، ليالى الحزينة طلقت بهالبر، ليالى الحزينة طلقت بهالبر، تبكي وتنادي وين ابني وين، تبكي و... شريدك خويا طارش يا طارش مر بالمدينة، طارش يا طارش مر بالمدينة، وقل العمامي خت لحق علينا، بيت الدعاء اي طارش يا طارش من توصل لهم، طارش يا طارش من توصل لهم، ذب معصب وصيح حيل بنزلهم، ذب معصب وصيح حيل بنزلهم، لو سمع وجوك تدرش تقلهم، لو سمع وجوك تدرش تقلهم، بيتكم ترى اليوم تبكي وحزينة، شريدك طارش ممنون وقل العمامي خت لحق علينا، وقل العمامي اي وياي وقل العمامي خت لحق على كيفك على كيفك، قل العمامي خت لحق علينا، طارش قل العمامي هتلحق علينا، قل العمامي اسمح لي هالبيتين اسمح لي اسمح لي وانت واقف، ها اشتردين زينب هاي كلها طروش اشتردين اشت عامرين بتعلي صحت قلو لابو جاسم ترى زينب سباها بحبال يا وصفة تراهم شتفاها، والشمر سبها يا هضيمة وسب أبوها، ومن الضرب قمنا ترى نشقف بدينا، صوتك ويانا لو قال شوين العشيرة لترفع الراء، قال لي أخوك حسين وين، قل لي أخوك حسين صدر بخيل يندى، عباس أخوك مقطع عاش ما لويم
وقل للعمامي ختلحق ها طارش المجلس هو الدعاء. ندعو بهالفقرة وبعدين نكملها. لا ضم الليلة عزاء يلا ويحي. مدوا إيديكم إلى السماء. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء. وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله مد ايدك للسماء 10 مرات يا الله 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 يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين. أطلبوا حوائجكم. شو اسم هذا المريض أبو صالح؟ هذا أبو هشام اللي كان العام يخدم الحسين في المطبخ ويخدم ذيك الخدمة المعدلة هالسنة عاقه المرض. كثير من الرجال والنساء اللي عندهم مرضى واللي أوصوني عندهم مرضى في المستشفيات إلهي من عليهم بالشفاء العاجل. إنك سميع الدعاء يا إله العالمين. ترى المجلس ما انتهى. يا طارش روح لأهلي وصل حيهم يحيونك طبق والنوب. توسط بالمدينة وصيح حيهم يا هل زينب خذها وزينب وقل للعمامي ختلحق عليه. هي قل للعمامي طارش يا طارش.